في الاول ماشي 6 تقريبا الصباح 6 ونص تسمعي خبيط ترديك في الدروج. ملي بغيت نفتح الباب شعل الضو ديال برا تيعاود يجاوبني الضو. انا في الاول تيسحب لي واش الشفاره ولا شنو هو ديجا انا تيجي واش الشفاره لهنا. من بعد شعل الضو على برا باش نشوف شنو كاين بالزنقه. كيجاوبني البوليس بالزهر بالضو هذيك الساعه عرفت راه ماشي شفاره طفي الضو. بقيت كنتسنى شويه ملي خرجنا تلقاو البوليس مطوقين الدنيا هنا. هذاك الخبيط فرقعوا غير سطح البوليس باش دخلوا تما باش طلعوا لفوق السطوح وداك الشيء. ايوا من بعد تنكتشفوا بان راه ماشي شفاره لان راه كاين شي خلايا ارهابيه كاينه هنايا. وتفاجئنا بهم صراحه. حنا جينا مع شي 8 ونص الدرب كامل استيقظ على الخبر بان هناك شي حاله ارهابيه محل ارهابي. كلشي شعر بالخوف كلشي حتى قصد المكان فين كاين مسرح الجريمه. كان المكان مطوق برجال الامن عناصر جديده احنا عمرنا ما شفناها كنا كنشوفوها غير في التلفازه مسرح الجريمه داك الشيء. المهم نقطه ملاحظه الامن تبارك الله عليه. يعني الاجراءات بدات من 5:30 6 الصباح حتى اخر حاجه هي 8 تقريبا عاد فاش خرجوا بداو من هنايا. جوج الناس وا يعني شي حاجه ما تتكون بعيد عليها ما تتعرفش شنو بالضبط. يعني خرجوا شي اواني ديال البلاستيك عامرين يعني كتبان لنا فيهم شي حاجه ولكن بالضبط ما نقدرش احدد كش نقول لك بالضبط. شفت هذوك الجوج ولكن باش اللي داوم هما ما غنشوفش وجههم. هذوك الجوج يعني على حساب القامه ديالهم هما اللي ظنيت انا هما اللي شفتهم داخلين. يعني على حساب الحجم ديالهم قصار شويه و لا ما كاينش رصاص. لا ما كاينش هذاك الخبيط غير باش هرسوا الباب تاع السطح ماشي رصاص. كاين هذا هو المشكل اللي كاين. يعني اللي كاري العشوائي هو اللي سبب هو المشكل. يعني الناس اللي كارين هنا مزوجين بولاد معروفين شكون وعارفين وما عارفيننا. هادو هنا يعني تيجيو كل مره تشوف نوع في شكل ما تقدرش تحكم. يعني ديجا تتلاقى مع راه جاي غادي ما تقدرش تسولو شكون انت ولا فين غادي. ما بيناش فيهم الملامح عادي تيقول عادي غادي بطريقه احتراميه. هادو كارين في الدار ما احنا ما عمرنا ما عرفناهم ولا سمعنا عليهم شي حاجه ولا هادشي في الخفاء. هادشي او شنو راه الامن والدرب كيما شفتي درب مسدود. دابا راه هاد الدرب هنايا مسدود. حنايا راه بحال قلتي عائله حنايا حي شعبي عائله. اي حاجه كتحرك كلشي كيعرفها. راه كيما شفتوا راه هذا خير دليل بهذا الشيء اللي وقع لي. بعد اصبح شعور من بعد راه كان شعور عادي يعني بالاكتشاف. يعني راه داكشي راه شعور مجهز يعني لا لينا حنا ولا لوليداتنا ولا يعني حنا بلادنا ساكنه تيخرجوا وليدات تيخرج ما كتكونش يعني داير احتياطات على ان راه كاين شي حاجه فهمت. فجاه تنشا بالامان بالامان تموت تسمع ان ولدك راه غادي تيخرج يلعب في الزنقه ما غادي ما كيكونش ادنى شك. ولكن لحد الساعه دابا ولا شي ولا تخوف كثير لا لينا ولا الوليدات الصغار بكل صراحه.